الحمد لله على كل حال، مبروك القادسية وهارد لك التضامن. تضامن فريق مقنع، فريق جيد، ولكن أيضا القادسية لله الحمد حقق الأهم، والأهم والمهم هم 3 نقاط. عنده فترة تقريبا 3 أسابيع وأكثر يقدر يشتغل فيها الجهاز الفني على راحته ويشوف الضغط على راحته، وأيضا يعيد الجهد البدني. التحمل والقوة يحتاج الفريق أساس يستمر أنه يلعب شوطين. أداءين متباينين ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. الشيء زين الشوط الثاني روحهم كانت عالية أفضل من الشوط الأول، كان الإصرار والرغبة موجودة، خاصة الربع ساعة الأخيرة شفنا الإصرار والرغبة كثيرة باللاعبين القادسية، وأيضا الخيارات الحلوة أن دخول العناصر زادت فعالية بالفريق، وهذا شيء مهم جدا. ابن من أبنائك اليوم أحمد شباب سجل هدف عالمي. إيه لاعب كبير، كانت الفرصة مواتية له وثبت، حط قدمه وكعب عالي في هالمباراة خاصة بالشوط الثاني، والهدف هذا من الأهداف الجميلة جدا، من الصعب أن نشوفه. شفت هدف لمنتخب الشباب اللاعب يوسف ظهره بالخلف وشات على الجول، جول حلو، واليوم هذا الهدف حلو. أخيرا أبو نواف، عودة خالد إن شاء الله الأمور أصبحت الأمور طيبة، الأمور بسيطة، بالعكس خالد ابن النادي، خالد ابن النادي وما يمكن أن يساوم النادي. الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من قبل ومن بعد. أداء رجولي كان من الشباب، ما حد استسلم، 90 دقيقة أعطاني كل اللي عندنا من لاعبين من جهاز فني وإداري. بعد كل عسر يسر، الكل يدري بهالشيء، والقادسة يمرض ولا يموت. بإذن الله إن شاء الله تكون هذه بداية خير ونصح الغلط اللي طافت. في فتشة الحين بريك بفوز معنوي يشجعنا أن نحطي كل ما عندنا كلاعبين، وبإذن الله فوز بعد فوز. الجماهير كانت بتطالب باسمك، شاب صغير ولكن الجماهير عندها ثقة كبيرة. الحمد لله يا رب، هذا يعني توفيق من رب العالمين، اجتهاد مني، وإن شاء الله أن أنا أكون قد هذه الثقة وأطور مع النادي ومع الفريق. ومثل ما أن الجماهير ودها تفوز ودها الفريق تشوفها بأحسن حال، هم نحن اللاعبين الصغار نبي نعطي كل اللي عندنا حق الفريق، وكل لاعبين إن شاء الله مو مقصرين. الله يبارك فيك حبك. الله يبارك فيك، مبارك حق جماهيرنا القادسية، هارد لك إخواننا التضامن. للأمانة فريق منظم، فريق قوي، يمتلك عناصر مميزين سواء محليين او محترفين. صراحه المباراه كانت صعبه، فوز مهم اكيد، قدرنا نرد بالنتيجه ويعني حسمناها في الدقائق الاخيره. اكيد هي 3 نقاط مهمه مع الوقفه، من خلال الوقفه هذه اكيد انه راح يكون في شغل حق ما بعد الوقفه، والقادم ان شاء الله افضل حق نادي القادسية. شفنا اليوم عزوف جماهير عن الحضور، لا ليس هذه جماهير خالص فقط. طبعا جماهير نادي القادسية عزوف، خلنا نقول مثلا الجمهور غاضب، يعني فمن عتبان من حق جمهور نادي القادسية، لان يعني خلنا نقول الجمهور نهاية الجمهور طماع، تعود يكون، انا واحد من الجمهور، يعني انا اتكلم جمهور تعود، جمهور القادسية تعود انه يكون يعني دائما فايز وبطل، فشيء مو طبيعي ان نادي القادسية يكون هذا ترتيبه. الاهم يعني انا صرحت في للناقل الرسمي، الاهم 3 نقاط قبل الوقفه، وان نعدل ترتيبنا في او نعدل مركزنا في ترتيب الدوري ان شاء الله بعد الوقفه. خلينا نقول ان شاء الله نقدر نسعد جماهير القادسية اكثر ونصعد بالترتيب اكثر. الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من قبل ومن بعد. أداء رجولي كان من الشباب، ما حد استسلم، 90 دقيقة أعطاني كل اللي عندنا من لاعبين من جهاز فني وإداري. بعد كل عسر يسر، الكل يدري بهالشيء، والقادسية يمرض ولا يموت. بإذن الله إن شاء الله تكون هذه بداية خير ونصح الغلط اللي طافت. في فتشة الحين بريك بفوز معنوي يشجعنا أن نحطي كل ما عندنا كلاعبين، وبإذن الله فوز بعد فوز. الجماهير كانت بتطالب باسمك، شاب صغير ولكن الجماهير عندها ثقة كبيرة. الحمد لله يا رب، هذا يعني توفيق من رب العالمين، اجتهاد مني، وإن شاء الله أن أنا أكون قد هذه الثقة وأطور مع النادي ومع الفريق. ومثل ما أن الجماهير ودها تفوز ودها الفريق تشوفها بأحسن حال، هم نحن اللاعبين الصغار نبي نعطي كل اللي عندنا حق الفريق، وكل لاعبين إن شاء الله مو مقصرين. الله يبارك فيك حبك. أول شيء الحمد لله على كل حال، مثل ما قلت فوز مهم بهالوقت، ندري أننا قصرنا بالجولات السابقة، تعثرنا يمكن 4 تعثرات، لكن نعتذر من الجمهور أول شيء، والجمهور لحق علينا، وإن شاء الله راح نفرح نهاية الموسم، لكن إحنا قاعد نقاتل وقاعد نسوي كل شيء حق الشعار، وإن شاء الله أننا راح نرجع نفرحكم. ندري مقصرين بحقكم حاليا، لكن راح نرجع إن شاء الله للمنافسة، نوعدكم نهاية الموسم بطولة إن شاء الله. اللاعبين الشباب بدعوا لما نزلوا أرضية الملعب،
القادسية بمن حضر واللاعبين الشباب واللاعبين الكبار كلهم القادسية بمن حضر. اللاعبين الكبار قاعد يقدمون اكثر من اللاعبين الصغار، يعني بيقدمون اكثر، واللاعبين الصغار بيدشون بيساعدون الفريق طبعا. فان شاء الله مع الشباب الطيبين راح نفرح نهاية الموسم. طبعا طبعا من المنديل ان شاء الله، ومثل ما قلت مره ثانيه نوعد الجمهور نهاية الموسم راح نفرحكم ان شاء الله. حبيبي الله يسلمك. Yes. Listen, you can see here that they work long time with Portuguese coach. They know exactly what they have to do on the pitch. I'm here new. This is my third game. I didn't start from pre-season, and that we are getting better and better. And really, players are working very hard from first day. They are fighting every day to be physically better and in the positive way, of course. And Badr help a lot. A goalkeeper help a lot. They stimulate the players because they like the trainings. They like way how we work, and this win is really so important. You know, it's like if I 100 kilo from my back. You know, this is so important before the FIFA day. Coach, today the young players who play second half sent very hard message for the big player. That they are not at safe. But Habibi, we have only one big player, is the Badr. He's the biggest player in Kuwait in all history. And other players have to work. If he's a young player, better, he play. I don't care about, I am correct with all players, but they know that. If you are not good, you don't play. You see, I put in the last three games all players to play. Yes. Boos play, Jaip play, Audi play, all, you know, Shadi, yes. And you feel that we are getting better. You feel physically much more better, because otherwise you don't win the game today if you are physically not better than 3-4 weeks ago. It's very, very, very simple. I feel connection between them with players is really very good, you know. But you need the points. I understand, you know. I understand that this is a big club, of course. But I don't know if I can say that maybe one club have more money now and everything more and big players, you know. But I am also here to prepare something also for the future. Yes. Maybe in Arab country they are thinking only for tomorrow. But I am here also to preparing something for the future for this club. You never know how long you stay, you know, because coach stayed maybe now 1 year, maybe 2 months, maybe 1 month. But from the first day, this is how I work in all clubs. I always thinking also for the future for the club and what the best for the club is. Not for me, not only for the player, but also for the club. You know, we have here good talents, yes. Good talents. But normally I'll never say that, but now I have to say they have to learn to run. Yeah. And physically they have to be better. If you are physically good, you repeat your action 15 times. Yeah. If you are physically not good, you have 3 actions and you are dead. And this is the most important. Talent is that physically, with running, with good condition, is very good player. And we have here, for example, Mutava is my opinion. How I think about football is the top talent, really top talent, but he missed something because we are busy. Not physical, but Mutava missed something, you know, maybe he has something, you know, we are busy with to change how to eat, what to eat, not many things, no, yes, not sugar, no, he is fantastic mentality, but he have to change complete fooding, you know. Lifestyle, because if he we are busy with them. I call in Europe people, you know, and we have also very good talent players. But if you are physically not good, you cannot play. You can play 20 minutes, yeah. But the second half you are you die, you know. And yeah. We show character. I am very happy to see after second goal how many players from the bench jumping, you know, yeah. All together and that like family. Yeah, like family. That's my heart is so big. Last question. This period, 3 weeks, you can promise Qadsiya fans that Qadsiya will be like a new team or another? Yeah, I cannot promise nothing.
I only promised to my wife when I married, but it's also not 100% sure, you know, not 100% sure. But what I promise is always is hard working. I stay here. I don't go home next days. We work very hard. We put some structure in the club, in the team, how to work, what to do, how to do. Every day is dynamic and volume is more and more and more. And I hope that these 21 days help us to be much more better. Thank you. Yeah, you're welcome.